السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأرنام من الألف إلى الياء. فيديو النهاردة إن شاء الله تكملة لفيديو التهاب العين في الأرنام. ده الخروف إن شاء الله اللي كنا مصورينه، أنا عنده التهاب في العين. النهاردة ده ثالث يوم من القطرة، بس طبعا الخروف كانت معاه سخونيه. دي النقطه اللي عاوز اكد عليها، الخروف لما يكون معاه حراره لازم ياخد ديكلوفين مع القطره، لان ممكن التهاب العين ده عامله مضاعفات وعامله ارتفاع حراره، فممكن يقطع اكل ويقطع الاكل معاك، فلازم ياخد ديكلوفين عشان ياكل معاك كويس. الخروف اهي عينيه زي ما احنا شايفين اهي، اخر يوم ده ان شاء الله في العلاج، لسه يعتبر النقطه البيضة في النص بس. ركز معايا اهي، انها تبدا تلم بتختفي في نص العين زي ما انت شايف. العين صافيه من الجناب، بس فاضل النقطه البيضه دي. يوم النهارده قطره كمان وهتختفي ان شاء الله، هي اخرها بتبقى نقطه بيضه في النص ده. يوم النهارده قطره، لكن المهم ان هو بيشوف بيها الاول، ما كانش يعتبر ما كانش بيشوف بيها الاول. وفي طبعا بعض التعليقات، جاتني طبعا. واحد كان كاتب الملح هو الأفضل والأسرع والأرخص، ملح باستخدامه في العين يعني في حالة التهاب العيون. طبعا كل حاجة جربناها، الملح أنا مجربه، الملح بيجيب نتيجة في البداية لو في مرحلة الدموع، بس العين شفافة مش فيها عتمة بيضة أو السحابة البيضة خفيفة خالص لسه في بدايتها. دي ممكن تتعالج بالملح وبيروح فعلا، بتغسلها صبح وليل بالملح بتروح إن شاء الله في خلال يومين. ولكن في حالات متقدمة ما ينفعش معاها الملح، وعن تجربة، أنا بتكلم كل كلامي عن تجربة، زي ما قلت أنا مش دكتور، لكن كل حاجة من التجارب العملية اللي في المزرعة عندي. الملح جاب نتيجة في الحالات البدائية، في الحاجات الأولانية، في الحالات الأولى، في بداية المرض، ولكن في حالات متقدمة ما جابش معاها نتيجة. فالملح شغال، ممكن تستخدم بالملح تغسل، يعتبر محلول ملحي عادي، تغسل بيه العين وبعد كده تحط القطرة. لان في قطره بتتباع بشري محلول ملحي لطعم معقم للعين، عباره عن محلول ملح، فدي مش مشكله، شغال الملح بس في حالات ما بيجيبش نتيجه. وواحد تاني كاتب الخزامه، الخزامه ديت يعرفوها العرب. الخزامه عباره عن فتله بتعدي في ودن الخروف، في ودن الخروف بتمشي، بتعدي الفتله في ودن الخروف من فوق من هنا، بس عاوزه واحد خبير يعملها. هي بتجيب نتيجه برضه، وعن تجربة في غنم اشترتها وكانت مخزومة في عينها، وكانت عينها لسه تعبها وما خفتش غير بالقطرة بالأوكسي مضاد الحيوي أو الديكساميثازون، ما خفتش غير بالطريقة دي. ولكن في حالات كتيرة بتخف بالخزامة فيه، بس مشكلة الخزامة مش أي حد يعملها، محتاجة واحد عنده خبرة عشان يعدي الفتلة في ودن الخروف دي، يعرفوها العرب، ومش اي واحد عربي بيعملها لك، مش اي واحد من العرب بيعملها، يعني مش كلهم بيعرفوا يعملوها، ليها واحد يعني متخصص يعملها. فانت لو عندك غنم كل مرة غنم تعبت هتروح تدور على واحد عشان يجي يخزمها لك؟ لا، القطرة ب10 جنيه تقريبا سعرها، زادت 2 جنيه في الرنج ده كده، وبتجيب نتيجة ممتازة. ولو بلاش قطرة، مش عايز تجيب قطرة بشري، زي ما قلت الاوكسي بيجيب نتيجة ممتازة، اوكسي طويل المفعول الحق بيجيب نتيجة ممتازة، كل يوم تقطر له في عينه اوكسي برضك بيجيب نتيجة ان شاء الله كويسة. وفي النهاية طبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.